اب میں آج کے اس اجلاس کے مہمان قاری شہر کے مشہور قاری مدرسہ مفتاح القرآن گڑریا محال کے استاد حضرت قاری مجیب اللہ صاحب عرفانی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ قاری مجیب اللہ صاحب عرفانی استاد مدرسہ مفتاح القرآن گڑریا محال کانپور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن أولئك الذين
صدق الله العظيم.